ابغى نسقط كيف جاتكم ثاني فيديو جديد. كما عودناكم اي برودوي جديد دخل كنحاولوا نبارطاجيه معكم. كما كتشوفوا اليوم جا لكم موزع الماء نصب عطيكم قرب اخويا امين. كما كتشوفوا راه الصيف هذا راه وقت بغات البرود. عندنا القنينه فيها كتهز 18 لتر الاخوان قرب اخويا امين. شوفوا الناجه ديالكم دايره شنو هو فيها البرد وفيها هادي نورمال وهنا السخون. نجا ناضي الاخوان بالنسبه كتخوي الماء هي بغيت نشوف هذا البرد وهذا نورمال وهذا السخون. وبالنسبه في هذه البلاصه الاخوان هنا باش كيتكب الماء هنايا. وعندنا التليجه نحت التليجه الاخوان كما كتشوفوا كتشد معلبات في دانون مونادا شي حاجه كتبرد الاخوان. المهم الخوت شي حاجه ناضيه باحسن ثمن. شوف الاخوان هذه هي التليجه ديالها باحسن ثمن. هذه كتبقى الاخوان 1400 درهم 1400 درهم فيها كل شيء بالنسبه للبرود وفيها التليجه لتحت باحسن ثمن 1400 درهم الاخوان. دابا ندوزو للرجلين ديالهم قرب اخويا. بالنسبة هادو ديال طبلة شي ماكينة الصابون شي بيرو أي حاجة. هذا الإخوان بالنسبة كما كتشوفو أربعة. وكاين الكبار كاين الكبار بحال هادو دابا. هادي شي حاجة كبيرة على حساب تقول الإخوان على حساب تقول. بالنسبه المهم الاخوان بالنسبه لهادو الصغار هادو كيبقاو ب 60 درهم هادو هاد الصغار. وبالنسبه هاد الكبار كيبقاو ب 80 درهم الاخوان هادو ب 80 درهم. وبالنسبه اللي خدا عندنا موزع الماء يعني اللي خدا عندنا التليجه هادي كنعطيو هادو كادو كادو الاخوان هادو اللي كنبيعو ب 60 درهم كادو. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا في اي وقت. السلام عليكم.